بالنسبة للمباراة الغد إن شاء الله تكون مباراة كبيرة بين المنتخب الوطني المغربي اللي هو المنتخب ديالنا ومنتخب الأرجنتوني اللي معروف عالميا، وإن شاء الله كنتمناو الفوز المنتخب الوطني، وغادي يكون إن شاء الله الفوز بنتيجة إن شاء الله تكون كبيرة، وحنا عازمين حنا بأطرة ديالنا دير كوليس بالجماهير الطنجاوية كاملة عازمة باش نعمل احتفالية كبيرة في مدرجات الملعب 90 دقيقة، وكنوعد كل شيء بأن إن شاء الله الجماهير غادي تقول الكلمه ديالها 90 دقيقه وغادي تعجب المنتخب الوطني وتعجب اللعابه كاملين وغادي يبقاو يجيو يلعبوا هنا في طنجه بحال ما بقاوش كيجيو بزاف طنجه ما كيجيوش كيجيو كازا كيجيو اكادير كيجيو مراكش هنا طنجه ما كيجيوش بزاف ولكن ان شاء الله هذه المباراه تبين لهم ان طنجه حتى هي كتحتفل بهم حتى هي عندها جمهور كبير يفهموا المنتخب الوطني وبالنسبه للمقاطعه كنظن ان المقاطعه ماشي في المحل ديالها الجامعه مع الجامعه ديال الارجنتين اتفاقيه اللي اتفقوا حنا معنا حنا كجماهير معنا حتى دخله فيها وما عندنا حتى شي اشكاليه في هادشي هذا يخلصوا ميسي باش يجي ولا ما يجيش ما عندناش مشكل في ميسي حنا كنشجعوا المنتخب ديالنا وكنشجعوا اللعابه ديالنا حيت حتى حنا عندنا نجوم وعندنا لعابه كبارين يعني ما حتاجش ميسي يجي يلعب ولا ما يجيش ويجي ميسي يا ما يجيش ميسي يجي ديماريا يا ما يجيش ديبالا ما عندناش حنا مشكل حنا يجيكم منتخب وديما منتخب وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا في كاس في كاس افريقيا وغادي نفوزوا بها ان شاء الله واستعدادات مع هيرفي رونالد كنظن بانها ماشا على اعلى مستويات ان شاء الله هذه المباراه بان كاين مقاطعه وكاين هذيك كاين كتعرفوا عن الاقبال كبير في هذا الملعب وفي مدينه طنجه بخصوص وهاد الناس اللي مخرجين في هاد الدعايه في هاد بلعه التليفونات وهاد بلعه الفيسبوك ها الورقه الغاليه ها السوق السوداء الحمد لله كيشيش كيشاو محلول 10 اماكن كلشي منظم الناس اللي مقابلين الجامعه منظمه هذيك الشيء احسن 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 100% برافو ليهم كيساعدوا الناس كاين السيد كيوريك فين تدخل كيعطيك التيكي ديالك بالنمره ما كاين لا تزوير لا سوق سوداء انا جيت اقتنيت التذكره ديالي 100 درهم 100 درهم كلشي كيرحب بيا بركه ما تبسلت التليفونات بركه ما تبسلت برافو وي وي بركه ما تبسلت انا طنجه طنجه مستعدين شعب طنجة جمهور طنجة أوتاي الكوليس مستعدة مستعدين دقيقة كنتنوا هذه المقابلة إن شاء الله الرحمن الرحيم منتخب المغرب غادي يغلبوا لنايا وغادي يفرحوا المغرب كامل غادي يفرح وغادي يشوفوا بعينهم ماشي المغرب راه العالم غادي يشوف بأن هذه المقابلة تكون مصيرية واحد التنظيم جيد وشكرا لكم وشكرا ومرحبا بكم المقابلة ديال المغرب مع الارجنتين ان شاء الله غيكون اقبال كبير والدليل ها هو رانا جيت قطعت خمسة الوراق ديالي وديال صحابي وهادي بالنسبة للحضور كنظن غيكون اقبال كثير فهمت ايوا بالنسبة للمقابلة الارجنتين والمغرب بالنسبة للمقاطعة اللي دايرين في الفيسبوك حيتاش راه كاينة في طنجة في الشمال وكاين كاينة في كازا ولا في مناطق تما راه ما يدوش مقاطعة لا كيحتكروا ديما كيحتكروا المنتخب اللي لعب في المنطقة هذه ملي كاين في هذه المنطقة كيعملوا هاد قال ميسي هو اللي حد الان ميسي ما لعبش واش غادا يصبح المستشفيات مبنيين وطرق سواء مع العاب ولا ما لعبش داكشي راه مخصص من عند الجامعة بالنسبة للحضور ان شاء الله عندنا علم غيكون الحضور وكاع يكون حتى غيوجدوا شي مفاجأة الناس ديال هيركو الجمهور وهذا شي تيفو هذه غيكون ان شاء الله غيحمروا الوجه ديال المغاربه كامل حتى المنتخب باش يبقى ان شاء الله يلعبوا يدوا واحد الصوره ايجابيه على طنجه ومدينه طنجه بالنسبه للحضور المهم ان شاء الله غيكون حضور والناس اللي المهم الناس خصها تحضر ضروري باش يسنى راه المهم باش يشوفوا هذه راه مزيانه حتى البلاد وهذه باش يشجعوا المنتخب وهذه مزيانه حتى السياحه البلاد عاود وهذه راه ماتش عالمي